مأمور أمر الله سبحانه وتعالى بعض الناس، هذا أمر كفائي في هذه القضايا المعينة، مضيق إذا انتشر مرض معين على بعض الناس، وجه لهم أمر من الشارع بأن يعرفوا ما هذا المرض وكيف الوقاية منه وكيف علاج هذا المرض ومنع انتشاره، فهذا من فروض الكفايات، ويكون مضيقا إذا انتشر المرض. لكن إذا سمعنا بمرض في بلاد مثلا بعيدة لم يأتي إلينا، ونعلم أنه يعني لن يأتي إلينا، فالأطباء يجب عليهم العلم بهذا المرض، ولكن على التوسعة، وكيف الوقاية منه، لأنه ممكن أن يأتيهم، كيف الوقاية منه وكيف علاج هذا المرض، لأن المسلم يتحصن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والأمراض هذه من إذا جاءت كأن جيش هجم على بلاد يقتلها كاملة، فإعداد العدة له والتهيؤ له من جهة المجتهدين من الأطباء والمسؤولين، ومن جهة يعني رئيس الدولة، هذا كله من فروض الكفايات، فرض كفاية على هذه الطائفة، لكن يكون مضيقا إذا انتشر المرض وظهر في البلاد أو اقترب، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أو إذا كان بعيدا ولا يصلنا إلا يعني ممكن أن يصلنا بنسبة 1% أو 2%، صار الآن العلم بهذا المرض وكيف الوقاية منه وعلاج هذا المرض وإلى ما يتبع ذلك، صار يعني على التوسعة.